شبك شبك يا يلي عنده الميت بيبكي يوم، يلي عنده ضايع بيبكي كل يوم. والله قلبي دايب، لا أعرف وين مطرحه لابني. اللي إله ميت كمان بيبكي كل يوم يا عيشة، عينه بتبكي يوم بس قلبه بيبكي على طول. دخيلك لا تواخذيني، مو قصدي إني أزعجك. منوب علي الله يرحمه كمان كان ابني، إياد كمان مثل ابني، إن شاء الله رح يرجع لنا. الله رحمته كبيرة، واللي بيجي من الله على الراس والعين. دخيلك يا رب ترجع لي يا سالم، والله بموت إذا صار له شي لإياد. الله سبحانه وتعالى بيمتحن إيماننا بهيك لحظات، واستفادة ربنا إلنا رحمة. أكيد صحيح. لقوم شوف البنات إذا عايزين شيء. وين بيكون هلأ؟ كيف بدنا نعرف شو عمل فيه هذا الحقير؟ فوتوا على المشفى مو من مصلحتنا. منوب لو كان برا كنا قدرنا نعرف منه وينه. أنا بعرف كيف خليه يحكي. جنان، الزلمة شكله جن. هو مشكلته معي ورح خليه يعترف. إيش وما كان، مو معقولة خليك تقابلي هذا الزلمة اللي عمل فيكي هيك، فهماني؟ رهف ما في يعمل لي شي، هو لهلأ مفكرني حامل. حابة أخنقه بإيدي. رح روح على المشفى أسأله وتشوفي كيف رح يجاوب. لا جنان، أنا مالي موافقة. صوري يأذيكي مرة تانية، شو بدي أعمل ساعتها؟ ليش عذبت حالك بابا؟ شكرا عزاك. شو عملت حجة لأهرب من عند النسوان الختايرة؟ أنا عندي فكرة، أعطوني شوية من شبابكم وخذوا شوية من عمري. مفكر حالك هربت من عند الختايرة لعند الصبايا بابا؟ لكن نحن ختايرة أكتر. الإنسان بطبيعته بيختار طريقة حياته ورغبته. الختيرة مو بالعمر صغير أو كبير، الختيرة هي اليأس. بدكن تبقوا شباب طول الوقت، اوعكن تتخلوا عن الأمل ولو لحظة بحياتكم. سلطان مور معلم تركي، هذا مين أوصه؟ لا هلأ مو مبين معلم. ختيرت يا سلطان، ودنيك ما بقى تسمع. احتمال يكون صهرك اللي عاملها معلم. وليش بقى؟ اللي عملها بده يانا نفكر هيك يعني يا سلطان؟ اللي عملوا صفقة السلاح واللي قتلوا شوقي كمان هني نفسهم قوصوا على تركي. وبرأيك مين ممكن يكون؟ كم سنة صار لك معي يا سلطان؟ ها؟ 40 معلم. 40 40 كم مرة ذكرت فيهن أسماء قبل ما أنتقم منهن يا سلطان؟ ولا مرة معلم. أنت ختيرت يا سلطان، 40 سنة تعبوك. روح ارتاح. حاضر معلم. يلا سلطان. مور معلم. ولاد بنتي كبروا كتير. ما اجيت على عيد ميلادي. وانت زعلان يا قلبي؟ شي زعلت بس بابا قال احسن، قال لي جدك اذا اجا بيوقع الكيك على تيابه. صحيح جده؟ اللي مرة تانية شو قلت له لجدك؟ خلصنا بابا خلص. تحكي ولا بموتك من الكركرة؟ ولك بموتك، أنا بموتك بموتك. ما بدي أقول لك قدام النسوان. يعني أنا مو عندي مدرسة بدينا. يلا شاكر خليني نايمه، أصلاً عم يعذبني بالفئة. إيه أمك معها حق. يلا
بكفي سهر يلا خدي. والله اذا بتطلع لجدك لاذبحك، تطلع لابوك ولك. تعال عند خالته يا روح قلبي. نسرين ابنك لازمه اخ. هذا اللي كان ناقص. لك ليش عم تضحكي؟ عم بحكي عن جد. بيطلع لي الي بصيروا اثنين مثل السباع وبعدين برميهم بالشارع وخلي ابن مرا يحاكيهم. هيك بدك يعيشوا؟ نقطينا بسكوتك، صرتي تتمقرفي من عيشة الشوارع هلا؟ بابا سلم عليك كمان. وليش عم تقولي يا وقلبي خلقتك؟ بكره ببعث له موال سلامات. اخي يعني مو معقول يجي لهم بعد 10 سنين بس لانه مشتاق للولاد. مزبوط. بيعرف انه ميرال هون بركي عم يفكر يعمل شيء. لازم ما حدا بيعرف شو ممكن يعمل. اجى على بيتنا وخوفنا كلنا وبعت لي إلي سلام. بدي اللي بعرف انك عم تكذب. وقال لكم سلموا لي عميرال كمان. واذا كان بده يعمل شيء ما حدا رح يقدر يوقفه. عمل دراسة شاملة عن ماضي القضية وحاضرها. والدراسة مو بس عن شيعة العراق. المعلومات اللي بالملف تغطي كل التنظيمات القومية والدينية والقانونية وغير القانونية بكل الشرق الأوسط وعلاقاتها الراهنة مع تركيا وكيف لازم تكون. شكرا سيد أصلان. رئيس الحكومة راح يشوف التقرير. تقريركم حيأثر على سياسة الحكومة. بتمنى يفيدهم. سمعت إنه آية الله رجع العراق، مزبوط؟ مزبوط. قائد مجلس الثورة الإسلامية بالعراق آية الله الحكيم كانوا نافينه على إيران ورجعوه على البلد. ولساته قوي؟ استقباله كان حاشد. بالبصرة بس طلع أكثر من 10,000 من أنصاره وخطف فيهم. وبيوم الحكيم قال لهم أنه لازم يطلع كل الاحتلال الأجنبي من العراق، يعني الشعب العراقي هو اللي لازم يحكم. الحكيم بده يعمل اللي عمله الخميني. عم يحاول يكون خميني جديد لأنه تأثيره على الشيعة كتير قوي. والجناح العسكري للمجلس الأعلى بفيلق بدر بيقوده أخوه عبد العزيز، يعني عنده قوة عسكرية. لهيك بعت أخوه بالأول ولما تأكد أنه زبط له الوضع رجع على العراق. طيب بالإضافة لفيلق بدر إيران مين عم تدعم؟ كل منظمة بالشرق الأوسط بتمولها وتدعمها دولة. فيلق بدر تدعمه إيران. كمان أمريكا وإسرائيل عم تمول بعض المنظمات. نحن مو موجودين بس بهالملف في أسماء الجهات اللي لازم ندعمهم ونستفيد منهم. أصلاً أنت ليش ضد أمريكا وإسرائيل؟ أنا مع بلدي وبس. أنت بتعرف تماماً أنه ما في صداقات بين الدول، في مصالح. بس بالنسبة للوضع بالشرق الأوسط بالذات حتشوف أنه دخول المنطقة سهل كتير بس السيطرة عليها أو الانسحاب منها فيما بعد مو سهل أبداً. الطلعة مو مشكلتنا لأنه نحن جزء من المنطقة. باعتبارنا جزء من المنطقة لازم ننتبه. يا سيد أفق، القنابل اللي انفجرت بالرياض بأيار رح تبدأ تنفجر هون وبكل دولة من دول الشرق الأوسط. لهيك الجماعات المتطرفة بلبنان عم تنظم حالها لتنفذ هالمهمات. ومين بدك تستثني لتقول إنه عند مصلحته ما بيدعم الإرهاب ولو بشكل سري؟ يا ترى وضحت بتقريرك كل منظمة من أي دولة عم تاخد دعم؟ كل التفاصيل موجودة. بدي أتشكرك على كل الاهتمام ووصل لك سلام المستشار. وأنت سلم لي عليه. الحمد لله أحسن. خال أنت عن جد محظوظ، يعني أنا إذا بصير لي كل يوم